بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء المؤكد أنوار الحق طاهر في حديثه له خلال لقاء وفد من غرفة التجارة في إسلام آباد أنه قد بات من غير الممكن تحسين اقتصاد البلاد دون زيادة الضرائب، حيث يتم حاليا العمل على رقم تعنى لضمان إصلاحات النظام الضريبي. وأدى بدولته إن حل مشاكل المجتمع الأعمال يعد من أهم أوليات الحكومة، وبالتركة إلى المشاكل الحدودية التي تعاني منها باكستان من تهريب التجارة غير مشروعة وعمليات التجارة بالبشر لإنسانية. قال دولة الرئيس إنه قد بدأت عمليات المكافحة في جميع أنحاء البلاد وبخاصة المناطق الحدودية. التقى وزير الخارجية في حكومة تسريف العمال جليل عباس جيلاني سبع حز اليوم برئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق طاهر، وقد تباحث الطرفان حول القضايا المتعلقة بعمل وزارة الخارجية وشأن السياسي الخارجي. التقى سفير المملكة العربية السعودية الدكتور نواف بن سعيد المالكي بوزير الصحة الاتحاد في حكومة تشريف الأعمال الدكتور نديم جون في إسلام آباد، وجرت خلال اللقاء مناقشة التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك في قطاع الصحة. وزير الصحة قال في حديثه خلال اللقاء إن باكستان ومملكة العربية السعودية تربطهما علاقات أخوية تاريخية ودينية، كما أن مجلس تسهيل الاستثمار الذي استحدث مؤخرا في باكستان يعد مبادرة جيدة تعامل لتشجيع الاستثمار. في جانبه قال السفير السعودي إن بلاده ستعامل على الاستفادة في القطاع الطبي الباكستاني، كما أكد على أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب باكستان على دوام في وجه حكام المحن والإزمات. شهدت الروبية تحسن متفاصيلا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر الدولار بمقدار 2.5 روبية و5 روبية في السوق المفتوحة، مما جعل انخفاض قيمة الدولار خلال الأيام الثلاثة المادية، وقد وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 304 روبيات فاصلت 44 بيست. تهتف الباكستان اليوم بعيد القوات الجوية الباكستانية، حيث تقام الاحتفالات في جميع القواعد في عموم باكستان، حيث يبدأ الاحتفال بتلاوة عطر للقرآن الكريم ودعاء بالرحمة لشهداء الوطن، وذلك بحضور قائد القوات الجوية الذي بدوره يزور نصب الشهيد التذكرة بمقر القيادة الجوية، كما يتم أداء أكيل الزحور وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك تكريما للشهداء الوطن والأمة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفع وعزة وحماية باكستان. هذا وكذا تم وداع أكيل الزهور على طريق الضابط الطيار رشيد منحاس والشهيد نيشان حيدر في منقدرة في مدينة كراشي. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.